أحبائي، حلقة ممتعة على الطبيعة، دايماً مع الشيف شادي، بس اليوم سبيسيال سبيشال. شو يعني؟ رح نبلش أول شيء، رح نعمل فتوش بس بطريقة كتير حلوة بالأشياء اللي لقيناها اليوم بالطبيعة، والشيف شادي هيك رح يبدل شغلات بشغلات، بس النتيجة 10/10. اثنين، شاورما بقلب الحطبيط، رح نشك الشاورما للدجاج، هيك رح نعملهم البهارات، رح نعملهم النقعة، رح نشكهم، رح نشويهم، رح نقطعهم، رح نقدمهم، وبعدين بالآخر سمسمية للكبار مش للصغار. طيب، رح بلش أنا بالبيبي سبينتش أو بالبوتي إبيناغ أو السبانغ الصغيرة مثل ما بدكن. هيدي رح استعملها كمان أنا اليوم بالفتوش، كما انه رح استعمل الفطر، يعني الشامبينيون دو باري او الشامبينيون بلون، يعني الشامبينيون قصدي الفطر الابيض، يعني اوكي، محل الفجل. ليش؟ ما لقيت فجل. حبيت اعمل هالفكره الحلوه، وكمان رح تشوفوا النتيجه. رح بلش طريقه حلوه كمان، رح نروح على البندوره، قطعوهم شوي مكعبات كبار، نروح على البصل كمان مكعبات كبار، يعني متوسطة. طلعوا ها، لكم شو حلوين كلهم مع بعضهم، بيعطونا جمال، وهذا رح نقلهم كمان بعد شوي، هيدا البصل. ورح نجي منقول فلافلة حلوة خضرة يا شيف شادي، اوكي، ورح ناخد كمان عنا من الخيار، عندي من البصل الأخضر. شو بعد يا شيف شادي عنا من الخس؟ منستعمل آيسبرغ ولا منستعمل الخس العادي؟ منروح على الخس العادي العربي، وهيك كمان صار عنا يعني نوعا ما الكميات كلها، لكن الفلافل حلوة هون. منروح كمان على البقدونس، بدي شوي يا شيف شادي، أكيد بقدونس هلا كم ورقة حلوين، بدنا أكيد يا شيف شادي النعنع. هناخد شوي نعنعات الحلوين، ورح كمان عندي من الزعتر، منروح على البقلي، منورق البقلي كلها سوا كمان، إذا كانت حلوة هيك راسة بناخد الوردة الحلوة من البقلي، كما إنه عندي البقدونسات نفس الموضوع، الأوراق تبع البقدونس. واو، هذا الشغل الحلو هيك، وكمان المناظر الحلوة، زقزقة العصافيري والبقدونسات يا شيف. منروح كمان على الخسات الحلوين، قطع هيك، وهلأ الخس كمان نفس الشيء، طلعوا الكبر تبع الخسات. واو، وهود الخسات الحلوين هيك، والمشروم بعدين، والسبانخ كمان، نحط شوية سبانخ بقلبها، دبس الرمان، يلا يلا هذا دبس الرمان هون، خلي شوي صغيرة، عنا من زيت الزيتون، أكيد. أما بالنسبة لموضوع الحامض، قلنا ملح وفلفل، طيب أوكي، عمالكم شوي، ملح. الفلفلات يا سلام، لكن ملح وفلفل هون، ملح والفلفل على هالفتوشات الحلوين. الحامضة وين؟ ما رحنا الحامضة، رجعت يلا على الحامض، وهون عصرة الحامض الحلوة على الفتوشات، حيتاني كمان، لكن ملح وفلفل وحامض دبس الرمان ملاعي، ومنبلش. وقلنا محل الفجل رح ندخل بهيدي الوصفة بما يسمى الشامبينيون لكل الأشخاص بيحبوها. طلعوا كمان، رح نسكب، يا سلام، فتوشات بهالطريقة، منقطع المشرومز بهالطريقة ومنحطهم على الفتوش من فوق. جريت،
بعدين قلنا البيبي سبينتش نجي عليهم نفرمهم ناعم لانه بقلبهم في الاوراق. نروح كمان على الفتوش من فوق. يلا بهالطريقه هيك طلعوا. ها طلعوا كيف؟ بنروح على التوست. يا سلام. نجي نحطهم على الفتوش. دبس الرمان. ياي ياي على الكل. واول وصفه لليوم من حلقتنا على الطبيعه كانت الفتوش. طيب هلا شو عم تفكر يا شيف شادي؟ اكيد عم نفكر كيف بدنا نحضر حالنا تنعمل بهارات الشاورما للدجاج. اللي رح نعمله هو بهارات الشاورما، نعت الشاورما والشاورما بطريقة بيتوتية على الطبيعة بتعقد. يلا يلا اللي قلناهم كلهم سوا طلعوا شو راح يصير. راح ناخذ نحن هون هالملعقه ومنبلش كمان البهارات. هذا الكركم انا عندي هون، وعندي من القرفه، والبهارات اللي حكينا عنهم من الملح كلهم سوا. طلعوا البهارات كلهم موجودين، راح نحطهم كلهم. ومثل ما مكتوبين عندكم المقادير بتكتبون حتى مع البابريكا كلهم. خلوا شويه ملح للنقعه. هون صار عندي انا البهارات تبع الشاورما، صاروا البهارات جاهزين. هلا وقت البهارات بيكونوا جاهزين بعد عنا النقعه. يلا على النقعه اللي رح نعمله هو التالي. اوف منبلش. وين الورقه؟ هون. منبلش فيها لانه طويله. رح بلش انا منقول يا شيف شادي عنا اكيد حب الهيل، عندي من ورق الغار، عندي من كبش كمان القرنفل. يا سلام. عندي من البرتقال، وعندي كمان من قشر البرتقال، عندي من الحامض. رح نحطهم هون. ناخذ هيك سكين حتشوفوا كيف انا عندي. ها هيدا عصير البردقان كله سوا، هذا مشان ننقع فيه او النقعة تبع الشاورما اللحمه مختلفه. بس عملكم وصفه عن شاورما اللحمه اللي حضرها يعني بيكون مبسوط كثير. انا رح كمان كيف شايفين هون البردقان رح احطها بقلب النقعه الثانيه كمان. يعني فينا كمان نحط البردقانة او قشر البردقان، او فينا نعمل هيك. يعني طلعوا كيف فينا نعمل هالطريقه اللي هي باخذ القشر، شايفين كيف بفرمه شوي صغيرة، طلعوا بحط منه كتير وبحطه بقلب النقعة. كمان بيصلح الأمر كما أنه عنا البردقاني رح حطها كمان على جنب. منروح كمان على الحامضة، نفس الموضوع فينا نعصر الحامض بهالطريقة هيك. أوه. كمان وحط الحامضة بقلبهم، يعني خليها للحامضة هيك بتعطيني طعمة للدجاج وللنقعة. منروح لهون يا شيف شادي عنا يلا معجون طماطم. منروح نحن على الشطة بقلبهم. منروح على اللبن. طريقة حلوة أو نقعة جميلة جدا جدا. بهارات اللي حضرناهم تبع الشاورما اللي حاطينهم بالخزانة وكاتبين عليهم على الطبيعة مع الشيف شادي، مزبوط؟ هودي البهارات طلعوا فيهم. هن بهارات الشاورما اللي حطيناهم بقلب النقعة. خلطنا، بعد ناقص كمان الزيت. ويا سلام هلا النقعة شو حلوة. نحركها، طلعوا فيها نحركها مزبوط. اوكي نحركها مزبوط 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 من دون كمان ما نطرطش. وهيدي هي هون النقعة صارت نوعا ما جاهزة او الخلطة.
بنروح على زيت نباتي او زيت زيتون. هلا اللي بيروح زيت زيتون، انا بحب زيت زيتون، بس اللي بحب زيت النباتي ما في مشكله، وكل العالم بيعملوها او بيحطوا زيت نباتي. اوكي، دوار الشمس او زيت الكانولا مثل ما بتكون. يا سلام يا شادي، يا سلام لما بتعمل هيدي الحركات يا شادي. يعني البهارات حضرناهم، في شغله قلناها وما عملناها، ملح، ما حطينا ملح بقلب النقعة، هيدا الملحات هون. وهلا صرنا يا شيف شادي منتهيين من النقعة، لكن النقعة هون صارت جاهزة عندي، البهارات جاهزين والنقعة جاهزة، مزبوط الكلام؟ هلا اللي راح يصير هو التالي، الدجاج. الدجاج هون هالسفين الحلوين فيكم تستعملوا سفينة الدجاج أو صدر الدجاج، وفيكم تستعملوا الدجاج المسحب إن كان بالجلد أو من دون الجلد. لايكوا شو راح يصير. هيدي هون السفينة طعناها هيك منيحة هون هيك، يلا هيدي وحدة. منقطع كمان السفين بهالطريقة، تطلعوا إذا كان شقفة صغيرة منقطعها هيك، وكمان إذا شقفة سميكة ونقطعها بالنص مثل ما شايفين، طلعوا هيك بنفتحها نتفة صغيرة. وهلأ صار عنا شقفة تالتي، وهيك بنعمل كل الباقيين وبسرعة تك 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 رح تشوفونا خلصناهم. مثل ما قلت لكم انه الحلقه طويله مش صعبه، بس فيها مراحل عديده، بس حلو هيك كمان نجي نتعلم بعض الاشياء يلي فينا نحضرهم كمان قبل بنهار. هيدي الشاورما فيكم تعملوها وتحطوها بالفريزر مثل ما بدكم، وهيدي كمان هون. لايكو هون شو صار عنا، هودي كمان حلوين. اللي راح يصير هلا رح ناخذ صينية، اوكي؟ هالصينية رح نحط فيها النقعة تبعيتنا، طلعوا بالنقعة، يا سلام على النقعة. هيدي النقعة اللي نحن عنا إياها، اللي فيها اللبن، اللي فيها كمان كبش القرنفل، الهيل، ورق الغار، عصير البرتقال، عصير الحامض، برتقال وحامض، البهارات، هودي كلهم موجودين. لايكوا شو رح يصير. بسرعة بدنا نحطهم بقلب النقعة. هلأ الوقت الحلو، هلأ اجت ساعة الغضب. بوملي فينا، أو بوملي أو بوملي، أو فينا ناخد تنقول ملفوف أحمر، يعني شيء، أو ملفوف أبيض، شيء هيك بيتحمل النار، أوكي؟ يعني بس نحطه بالنار ما كتير بيدبل، ما كتير منحسه إنه بيستوي بسرعة. والبوملي لأنها كبيرة وفيها كمان كتير بقلبها من السوائل، فبتحمل حرارة كتير كبيرة، خاصة إذا ما نحطها بالطريقة رح نعملها هلأ. رح نجي نحن نقطع هيك البوملي بالنص، يا سلام يا شيف شادي بالطريقة، ها كلها سوا. رح نجيب صينية، الورقة بطلنا بحاجة لها لأنه حفظنا الوصفة كلها سوا. حتى هون البوملي بقلبها، ها 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 ها، شوية مي يا شيف شادي على البوملي وعلى الصينية، نطفة مي. نجيب ثلاث سياخ، منقول واحد، ها منقول اثنين، طلعوا كيف هيدي هون تبرب عنا هيك، وفينا نقول هون ثلاثة. شو رأيكم بالموضوع؟ شو كتير صعبة القصة. منبلش واحدة فوق التانية،
فكرة يا شيف شادي، شو رأيك نعمل شغلة حلوة؟ أنا نا ترارارارارارارا ترارارا بندورة نجي هون، يلا هيدا هون ارسل بندورة ومنروح منبلش. يلا لحمة دجاج وبهالطريقة هون. هذه الصينية هيك حطيناها بالنص، خلاص نحن بلشت هلا الصينية أو المي تحتها تغلي. طلع منركب هود الجمر كلهم سوا. أنا رح ضلني هلا من وقت لوقت رح أقعد هلا هون أحكي أنا وحالي وأنا والسمكات أنا والبطاط. ثلاث ساعات بتكون استويت. اوه ثلاث ساعات طرقتها نومي. على كل حال لا اكيد لا. اللي صار بهالثلاث ساعات كل شوي صغير الشيف شادي يشيل حطبي من هون ولا حطبي من هون، خلص وعملنا كنترول عليها على الاكيد على الشاورما صارت مستويه. خلينا نبلش نشيل عنا هالحطبات كلهم سوا. واو واو كلهم 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 هالفحمات كلهم ما بدنا شي فيها ابدا. مثل ما ذكرت كمان قبل انه احترقنا. انه نحن الصوص ما بدنا اياها وهي وكمان عم تغلي. دائما زدوا لها شوي صغيره من المي بقلب الصينيه لانه واحد تحترق الصينيه واثنين ببطل في بخار تبع المي عم تطلع. طيب انا هلا رح كمان رح اعمل حركه كثير حلوه. حركه بتقول انا حطيت حديدي هون تبع الباربيكيو حتى بس حط الصينيه ما يحترق الخشب يلي نحن مرات كثير بنشتغل عليه اللحمه اكيد والدجاج اكيد من بعد ما ننطفه. يلا رح نقول واحد اثنين ورح يلا يا سلام يا سلام على الجمال. بنشوفها هون بنشوفها هون ان شاء الله بنشوفها هون. خلينا نشوف شو عندنا. يلا يا شيف نفتح هيك نشيلهم كلهم. يا سلام واو واو اللون تبع الشاورما يا شيف شادي. يا سلام يا سلام صارت كلها. انا بشارت كمان انه كلها مستويه وكلها سوا. اكيد هلا رح احمل الحديده كلها ورح نروح على المطبخ ونحطها كمان على الغاز. يا سلام على المنظر الجميل، يا سلام على المناظر الحلوة. اللي رح يصير رح نجيب هلأ سكين هون سكين تاني رح نفوت بقلب الحامضة هالطريقة هيك طلعوا كيف ورح انتقل على هلأ خلينا نقول هالبلاطة الجميلة ورح تشوفوا أكيد فينا نقدم بهالطريقة كما أنه فينا نقدم معهم توم. حبيت المنظر ما حبيته. ألو يلا هلا جايب لكم شاورما دجاج بس التوم ما راح أحط له للتوم مايونيز ما راح أحط له شيء بس توم وزيت زيتون وملح وفلفل. أوكي أوكي يلا باي. أوكي هول الشباب ناطرين نحن خلينا نجيب هالتوميت وعندي هالملحات مثل ما وعدناهن هالفلفلات ندقهم مالكم شوي ندق هالتوميت ما دقيت هونيك حتى ما يوقع السيخ الشاورما. ندق التوم بس توم وزيت شوية حامض فيكم تحطوا شوية حامض ما عندي مشكلة بس انه توم مدقوق مع ملح وفلفل وزيت زيتون. يا سلام
هذا الزيت كمان هيك، وما في اجمل، ما في اجمل يا شيف شادي. كان الزيت والثوم، وهلا بناخذها لعند رفيقتها الشاورما. رفيقتها مين؟ الفتوش. السمسم 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 السمسم. أول شغلة بده يكون السمسم عنا ني. لماذا؟ لأنه أولاً نحط الطنجرة على النار بهالطريقة، بنحط السكر الأبيض أو حتى ممكن الأسمر تنعمله كراميل، أوكي؟ وإذا بتتذكروا عملنا وصفة كتير حلوة الفستقية بحلقات سابقة، أوكي؟ لتبعها فينا نقول هيدي الوصفة مثلها، بس بدي زيد عليها شيء بسيط حلو بيعقد. الدبس، دبس الخروب، ممكن يكون دبس التمر، ممكن يكون دبس العنب، مثل ما بدكم. اوكي، ليش السمسم بده يكون ني؟ تنرجع لما كان معنا صار معنا. السمسم بده يكون ني لانه بس حطه انا بالكراميل هو لازم يشقر، اذا انا بحطه اشقر بيسود، فنحن بنستعمله ني حتى نستوي، اوكي، بقلب السكرات اللي هن الكراميل. اكيد بهالوقت اللي راح اعمله انا، واحد مجبورين غص من عنا، يعني ما في طريقه ثانيه، على القليله انا ما بعرف طريقه ثانيه، ممكن انتو، غير انه نحطها على ورق زبده، او اذا بدنا نحطها بقلب صينيه للسمسميه او الفستقيه مجبورين ندهن بالطحينة، طحينة السمسم، هيدي الطحينة هون، ندهن الصينية كلها سوا، ما ضروري نحط كميات كبيرة، شفتوا حطيت أنا ملعقة أقل من ملعقة كبيرة، بدهن كل الصينية، أوكي؟ بالطحينة، والطحينة ما بتطعم على السكر، مشان هيك بيستعملوا الطحينة ما بيستعملوا أشياء تانية. هلا في عالم بيقولوا فينا نحط زبدة، فينا نحط زيت، لا، بيحترق عنا وبتلزق، اوكي، لانه بيضل في كميه من المي بقلبه يلي ما بتخلي، اوكي، يجمد بسرعه السكر الكراميل. اكيد السكر الكراميل بلش يتحول لغامق اللوني، يعني لكراميل. خلينا نشوف. طب بلش سحبنا السكر يصير كراميل، ولا اي من هيك، طنجره او مقلي، سكر، نار، ملعقه، خلص الموضوع. طيب يا شيف شادي، بس إذا بدنا السمسمية تمغط شوي، مجبورين ندخل بقلب يعني الكراميل، نحط له أو زبدة أو زيت نباتي، زيت زيتون مش محبس، بس إنه زيت نباتي، ممكن نحط فيه ملعقة صغيرة من الطحينة، مهم أي شيء يكون فيه زيت، يكون فيه زيوت، كمان فينا نروح على الكريمة اللي فيها كمان أسيد، يعني زيوت وأسيد، بتضل عنا ساعتها بضل عنا الكراميل أو بمغط، بيطول حتى تيبس، اوكي، او حتى نقدمها للسمسميه، بس شو بتصير بتمغط معنا. اوكي يا شيف شادي، والسمسميت على، خلينا نشوف اول شيء الكراميل باي حاله هو. اوه، هذا الكراميل هون صار فينا نقول له كراميل بكل معنى الكلمه، هاللون الاشقر الحلو. واو، هلا انا بنحط السمسميت اللي هن نيين كلهم 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 يا شادي، كلهم قلنا كلهم، يعني ولا حبه سمسم معقول تروح لشي محل، اوكي، ياي. وانا اليوم بدي اعمل هيك شوي صغيره، بدي اعمل تفنجي، رح تشوفوا كيف. رح وطي اول شيء النار وعم نخلط التفنجي، رح تكون دبس. يا سلام على الدبس، ليكو دبس الخروب، ما اجملنا، بدنا ملعقتين مش اكثر يا شيف شادي، خلص بكفي هيك. بلش الدبس يغلي، يا سلام على الغليان، شغله كثير حلوه. هلا نحن عندنا بس انتظار على نار خفيفة خفيفة، يا سلام، انتظار
السمسم انه يشقر. بهالوقت رح اعمل تفنجي، رح اعمل تويست، رح اعمل مزيج اوكي جديد اللي هو اضافه الفستق الحلبي على السمسميه، شوي صغيره هيك من فوق عليها. خلينا ندقهم. هل الفستق الحلبي نعطي هيك كمان وينكم شقريتو بعد؟ يا سلام. كمان اللي بده يصير رح اسكب انا السمسميه بقلب الصينيه، اما بس اسكبها بصير بكب عليها فستق حلبي، بس كب عليها فستق حلبي شو بيصير يا شايب شادي؟ بيصير في سمسميه مع فستق حلبي. ما بدها كثير ذكاء يعني. يلا واو يلا يا شايب شادي هون، وهيدي انا صار عندي جاهز، ماشي ما في شيء مطرطق عنا. حطني السكين يا شادي هون وبنرجع. خلصنا بنرجع. لازم يكونوا هلا السمسمات النايين صاروا شقر، لانه في وصفات ما فينا نقول سمسم ني يعني ما بيتاكل، بالعكس السمسم اليوم بس يكون ني يستعمل بكثير من الوصفات وفينا ناكله من دون ما يكون اشقر، بس بالسمسميه بالذات بده يكون شقور مثل ما صار هلا. يلا السمسمية صارت جاهزة وبدنا نروح نسكبها للسمسمية بهالطريقة هون. اوه يلا كلها 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 يا شيف شادي بهالطريقة هيك. وبرجع بعيد، هيدي السمسمية مع دبس الخروب. وعدنا كمان انه الفستق الحلبي طلعوا كيف على وجهها، رح تشوفوها كمان بهالطريقة هيك. ها قد ما بدكم فيكم ترققوها، انا رح جيبها لهون لعندي احسن. بدنا ننطرها على القليله 10 دقائق ربع ساعه. 1 2 3 4 5. ضربتنا الشمس، أكيد السمسمية صارت شو؟ باردة. أنا متأكد من الموضوع. أوه مش باردة وبس. هذه ما في أجمل منها هيك، خش 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 خش. أوكي. ليكوا شو حلوة هيك بالطريقة. إذا بدنا إياهم يكونوا عندهم شكل دائري أو شكل نحن بنقرره قبل، فينا نجيب أي نوع من القوالب. وقبل ما تجمد طرق طرق يعني هيك تك 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 ومنقطعها، بيطلعوا ساعتها اذا بدنا صغار كبار، فنعملهم مينيون مينيون يعني صغار اوكي. قد ما بدنا هيك كمان واحد بيحط كل وحده بتمه دغري هيك طق طق. يلا يا شيف شادي قطعنا اندو، وهيدي هي السمسميه اليوم على ما راح احكي ولا كلمه، راح اقطعها ما راح اقطعها ابدا. طيب هذه السمسميه كثير هينه كمان. وهيدي السمسميه حلوه بتعقد، خلصت وبدها تقعد مع رفقاتها. الفتوش بلشنا فيه اليوم بأول الحلقة، انتقلنا بعدين للشاورما، البهارات النقعة، وبعدين كيف شويناها وكيف قصيناها، وعم نشوفها كمان قدامنا. وعندنا الفتوش هون، لا الفتوش لازم لا كلهم مع بعضهم ولا أطيب من هيك، مع الثوم والزيت والسمسمية. حلقة روعة يا شيف شادي. شو بدي أقول لكم؟ بعد بدي أقول لكم كلمة.